شبك؟ وانت شو دخلك؟ هات كرسي خالي، مو هيك؟ هات كرسي السيد إقبال. بتذكر هداك اليوم انت كمان كنت قاعد هون؟ أنا كنت غلطان وصلحت غلطي بنفس الوقت كمان، بعدين أنا قعدت لأشتغل مو لأتسلى. يلا روح على مكتبك وساوي الشغل يلي ما ساويته. يلا. حلو، شو رأيك تعلمني كيف اشتغل بالمكتب؟ ايه رح يعلمك كيف تشتغل. ليش وقفت فورا؟ خليك، ولا قال لك تسطح هون، هاي غرفة نومك. بعتذر خالي، بس كنت. شو كنت انت؟ هذا بيكون مديرك. ابني بدر انا ما عم بفهم عليك، ليش ما رميته برا اذا عم بيقلل ادب؟ بترميه برا ليعرف قيمته. خالي بس بترجاك اسمعني. انت خلاص تسمع اللي انا بقوله وما بتحكي ولا كلمة ولا بتبرر.